اهلا بحضراتكم في لقائنا الحواري الاول، واللي يعني خصصناه الحديث عن شان عام، شان مهم جدا بالنسبه لنا كمصريين. من قال لاخر بنترك الموضوعات الزراعيه شويه وبنروح لموضوعات عامه تهم الجمهور كله. من الامور المهمه اللي حدثت في مصر خلال الايام الثلاثه اللي فاتت زياره الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون للقاهره، واللي خلالها زار العديد من الاماكن، راح الاقصر واسوان، التقى بالشيخ الازهر، التقى بالبابا تواضروس، كان في مؤتمر صحفي مهم جدا بينه وبين الرئيس السيسي بالأمس، أثار الكثير من اللغط حوله وغيرها من النشاطات الأخرى. خلينا نقيم هذه الزيارة، نشوف أسبابها ونتائجها وما تم خلالها من فعاليات، بصحبة ضيفنا الكاتب الصحفي شريف سمير مساعد رئيس تحرير الأهرام. أهلا بحضرتك معنا يا فندم. أهلا بك يا فندم. أستاذ شريف، الأول يعني رأي كده عام أو يعني تقدمة عامة لزيارة ماكرون إلى مصر، كيف تراه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمصر لا تقتصر على زيارة رئيس إلى دولة، هي زيارة مسؤول أوروبي، لأن طبعا فرنسا عضو مهم جدا في الاتحاد الأوروبي. والحقيقة ماكرون أثار جدل واسع جدا في الآونة الأخيرة بعد معركته قدام السترات الصفراء في فرنسا وإدارته للأزمات هناك في باريس، يعني كانت محل انتقادات واسعة. هو من خلال الزيارة للقاهرة بيحاول أنه هو يلطف الأجواء وبيحاول أنه هو يدي انطباعات إيجابية جدا عن قيادته، وفي نفس الوقت مش ممكن يراهن على ده إلا من خلال دولة لها ثقلها ولها وضعها السياسي وضعها الإقليمي والدولي زي مصر، خصوصا برضو أن مصر بتمر ببعض الأزمات وبعض المراحل زي ما فرنسا بتمر، سواء كانت مرحلة بناء اقتصادي أو مرحلة تواصل أو ترميم علاقات بينها وبين المجتمع المدني في مصر، سواء في مصر أو في فرنسا، لأن حركة السترات الصفراء اللي بيقودها نشطاء من المجتمع المدني، وهي حركة الهدف منها تغيير شكل العدالة الاجتماعية في فرنسا، طبعا ده بيجي على هوا ناس كتير جدا في مصر، خصوصا أنها متزامنة حتى الآن يعني مع الاحتفالات بعيد الشرطة وثورة يناير، فطبعا ده بيجدد الذكريات ان ايه اللي ممكن يحصل او ازاي يعني نعمل كشف حساب ل 8 سنوات مروا على ثورة يناير، هل احنا وصلنا لفين؟ ده بيدور في اذهان ناس كتيرة جدا خصوصا مع الاحتفالات بالثورة او الاحتفالات بعيد الشرطة. فانا اعتقد ان الزيارة دي بتكتسب بعدين، البعد الاول مجرد علاقات ثنائية بين مصر وفرنسا ومجرد تبادل وجهات النظر حوالين شكل التعاون الاقتصادي بين مصر وفرنسا، التبادل الثقافي، محاولة تدعيم العلاقات أكتر بين، أو مثلا التطرق إلى بعض الملفات الإقليمية زي الإرهاب ومواجهته وما يحدث في سوريا والعراق ودول الجوار، لكن ده بيجي على هامش الزيارة. البعد الآخر اللي هو أكثر بقى خطورة ولابد إحنا نلتفت ليه، ما حدث من جدل حوالين موقف مصر من حقوق الإنسان أو تعاملها مع هذا الملف. نعم. مع الأسف هو فرنسا بتتعامل مع الموضوع ده مش كفرنسا، هي رسالة من أوروبا على لسان الرئيس الفرنسي إنك لابد أن تركز على حقوق الإنسان ولابد أن لن يتم الاستقرار ولن يتم القضاء على الإرهاب إلا بالتعامل الصحي مع ملف حقوق الإنسان. دي رسالة أحيانا بتبقى من أوروبا ومن بعض منظمات حقوق الإنسان العالمية لتوجيه سهام النقد إلى النظام المصري، نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأعتقد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي متنبه جدا للقصة دي، فكانت ردوده واضحة، ردوده كانت قاطعة بأن لا وقت للمدونين. أنا متفق معاه في النقطة دي تحديدا، أن ده مش وقت أولا أن احنا نقعد نتكلم في في شعارات أو في كلام أو في بعض العبارات الإنشائية، احنا لابد أن احنا نتحدث على مرحلة بناء الوطن، والدول لا تبنى فعلا بالمدونين. حتى لو انا كنت ارجو من الرئيس عبد الفتاح السيسي او من اي نظام سياسي ان يبقى في مساحه لحريه الراي والتعبير، لان هو ده اللي بيخلق المناخ اللي يقدر يعمر ويقدر يبني. لكن ما ينفعش ان الموضوع ده يجي من خلال دول خارجيه او تبقى من خلال تعليمات او من خلال املاءات خارجيه، بيضعف من موقفك السياسي او بيخليك على فكره زي بالظبط كده الحيطه المايله اللي ممكن على فكره اي حد يقدر يصطادك من خلالها. هذا التعبير انا قصدت ان انا اقوله لان فعلا بعض المنظمات او بعض الدول او بعض الكيانات الكبرى بتبقى مركزه جدا على ان مصر بتعاني من بعض القصور في بعض الملفات، خصوصا حقوق الانسان وما يحدث في اعتقالات سياسيه وما تمر به الدوله
من إحالات اختفاء قسري. كل ده على فكرة بيثير لغط، بس الإجابة عنه بمزيد من الشفافية. أنا شايف إن المزيد من الشفافية من النظام ممكن تحقق وتقطع الطريق على كل الألسنة دي. والرئيس السيسي بيتعامل في هذا الإطار بشفافية وأبواعي. هو بس بيبقى الغرض من الزيارة دي تحديدا إن ماكرون بيحاول يعيد الأجواء أو يلطف الأجواء أو إن هو يحافظ على تحسين صورته قدام الناس. طيب احنا خلينا يعني قبل ما نستفيد في موضوع المؤتمر الصحفي، احنا عندنا جزء من هذا المؤتمر الصحفي، والجزء الاهم جدا واللي تداوله كل الناس على فيسبوك بفخر شديد هو رد الرئيس السيسي، لانه حتى وان كان الاتحاد الاوروبي او فرنسا لديها انتقادات على النظام المصري او على حقوق الانسان في مصر، اعتقد ما كان ينبغي او يليق حتى من ناحيه الكياسه ان يتم ذكرها قبل المؤتمر الصحفي من قبل الرئيس ماكرون في اجابته على سؤال ربما كان قالها قبل ما يجي مصر، ولكن على ارض مصر ان يذكرها رئيس فرنسي كان لابد ان يكون الرد بهذا الشكل الذي سوف نراه بعد قليل. ده كان جزء من الكلمة اللي ألقاها الرئيس السيسي في معرض المؤتمر الصحفي اللي كان موجود بينه وبين الرئيس ماكرون، ردا على سؤال خاص بحقوق الإنسان. أرجع للأستاذ شريف سمير مساعد رئيس تحرير الأهرام، والكلمة يعني كانت واضحة وكانت قوية وأعتقد أنها مدروسة. الرئيس بيتكلم عن مجموعة من الحقوق الاجتماعية والاقتصادية اللي كانت مهملة طوال سنوات طويلة مضت وأدت إلى ظهور العشوائيات وإلى ظهور الأمراض، فكان المصري فقير ومريض ومشرد في الشارع عدد كبير كان عندنا كده. هو دلوقتي الدولة قضت على كل ده، ما بقاش في قوائم انتظار، بقى في ناس سابت العشوائيات بنسبة 80% وراحت سكنت في بيوت مؤسسة، وهو يرى أن هذا هو حق الإنسان الأول في مصر، لأن مصر تجربتها منفردة، مش شرط أن كل الدول يكون حقوق الإنسان عندها متشابهة. رأي حضرتك وتعليقك على هذا الكلام؟ ولا شك أنها من أقوى الكلمات اللي قالها الرئيس عبد الفتاح السيسي في معظم المؤتمرات الصحفية اللي شارك فيها، سواء بيخاطب فيها الرأي العام أو بيتكلم فيها مع أو بيتحدث فيها مع رؤساء أو ضيوف. لأن أنا شايف أن هي طبعا حقوق الإنسان مفهوم أشمل من مجرد التعبير عن الرأي. حقوق الإنسان حقوق الحياة الكريمة، حقه في التعليم، حقه في الصحة، كل ده الحقيقة مصر بتسير فيه بخطوات أنا شايف إنها إيجابية. لكن أنت بتمارس سياسة في الأول في الآخر، أنت رجل تلعب سياسة، وكي يعني تنجح في المهمة دي لابد إن أنت تلعب لعبة التوازنات المطلوبة في العمل السياسي. ده يقتضي إيه؟ سواء من نظام الرئيس السيسي أو أي نظام في العالم، انت لازم تعرف كويس قوي الخصوم، او لو اشير ان احنا قلنا الـ مش هنقول المعارضه، وده كلمه برضو بتتوقف على طبيعه المجتمع نفسه. احنا في ناس على فكره هنا بتبحث عن حريه او بتبحث عن حقوق الانسان من منظورها الشخصي. ايه هو؟ ان يبقى في انتشار للمدونات، ان يبقى في انتشار لحريه الراي والتعبير، ما يبقاش في معتقلين سياسيين في السجون، يبقى في حياه سياسيه، لان ما دام الرئيس اتكلم عن اصلاح سياسي يبقى لابد ان يكون هناك احزاب منافسه للاحزاب الرسميه او الاحزاب او حزب يعني في الحزب اللي طلع دلوقتي حزب مستقبل وطن، ونرجو ان هو يوفق في ده انه يبقى حزب جميل وحزب على فكره يحقق الاهداف المطلوبه لتنميه المجتمع. في احزاب اخرى بتحلم بالحياه السياسيه وبالمنافسه وانها تقتحم البرلمان علشان تشارك في الحلول. انا اعتقد ان الرئيس عبد الفتاح السيسي ردا على كل الادعاءات، سواء كانت ادعاءات كاذبه او ادعاءات مغرضه الغرض منها انها تشكك في ان مصر بتنتهك حقوق الانسان، انه يفتح صفحه جديده مع كل التيارات السياسيه. دي حاجه، دي دعوه انا بقولها على مسؤوليتي الشخصيه، وعارف كويس جدا ان الرئيس السيسي قادر على ده، هو بس مأجل هذا القرار علشان عنده اعباء ثانيه. الاعباء اللي بيقوم بها الرئيس السيسي دلوقتي اعباء اقتصاديه، اصلاح اجتماعي، اصلاح اقتصادي، الانتهاء من بعض المشروعات علشان نحقق فرص عمل مناسبه للشباب. المنتديات، مؤتمرات الشباب اللي بتحصل علشان يحصل تمكين للشباب في السلطة، واعتقد ان هو ممكن ينجح في ده بمرور الوقت. دي كلها اولويات على اجندة الرئيس. الموجود بقى دلوقتي واللي هو ده مؤجل او ممكن يكون محطوط على الهامش لحين اللجوء ليه، هو فكرة الاصلاح السياسي او ان يبقى في صفحة جديدة او مصالحة مع سواء التيارات السياسية او الشباب الموجودين دلوقتي على هامش الحياة السياسية. لازم نعترف ان في معتقلين سياسيين، فلابد ان يكون اجابه على هذا الكلام.
المعتقلين السياسيين دول هويتهم شكلها ايه؟ هل عمل حصل فعلا ان هم رجعوا رشدهم مره اخرى؟ هل ليهم برضو بعض المطالب اللي ممكن على فكره ننظر اليها علشان نشوف اذا كان ممكن يتم التعاطي معاها ويتم تطويعها لخدمه المجتمع ولا لا؟ هل شباب ثوره يناير مش موجودين لسه في السجون لاسباب خاصه بعيده تماما عما حدث بعد كده؟ انا شايف ان في اسر برضو في حاله احتقان جواها ان لسه الملفات دي مغلقه لم يتم فتحها. طب ولكن الرئيس افرج في كل سنه تقريبا بيفرج عن كم كبير جدا من الشباب، يعني لو حضرتك تلاحظ كل فتره كده بيكون في افراج عن عدد كبير جدا من الشباب الذي لم يتورط في سفك الدماء او غيره، وبنشوف ده بنتابعه ده. فربما هو بس الموضوع موضوع وقت وبيتم متابعته، والدوله بتقول انه ما فيش معتقلين سياسيين، يعني الدوله بتقول يعني احنا اللفظ ده مش موجود عندنا، بيبقى في حد متهم في جريمه جنائيه او غيره بيقضي عقوبه او بيبقى رهين التحقيق وغيره، واذا ثبت براءته بيتم الافراج عنه. فالموضوع ده برضو يعني اعتقد انه اتخذ فيه خطوه لا باس بها، وهي الافراج عن الشباب كل فتره وكل حين، ولو الناس بعتت اسماء بيتم مراجعتها. ده نوع من انواع الذكاء السياسي انا بعترف بيه، ان في افراج بيتم على بعض المعتقلين او بعض المسجونين على ذمه قضايا سياسيه، والهدف منها ايه؟ رساله الى الراي العام العالمي ان مصر متيقظة جدا لهذا الملف ولن تسمح بأي تجاوزات أو تقصير. لكن بعض المنظمات المغرضة أو المنظمات العالمية عارفة كويس جدا من خلال بعض الأساليب إزاي تصطاد الأخطاء. أنا بحاول بقدر الإمكان أقلل مساحة الخطأ عندي، فمساحة الخطأ ده تتحط إزاي أو يتم تقليصها إزاي؟ من خلال جلسات حوار مفتوحة مع كل الطيارات، بغض النظر حتى لو أنت مصطدم بهذه الطيارات، أنت اديت لها مساحة إنها تقول وانها تعرف كويس قوي تعرض برامجها او تعرض رؤيتها السياسيه، وفي نفس الوقت انت على درجه من الوعي وعلى درجه من الثقه لدى الشارع بانك انت الخطوات اللي بتاخدها خطوات جيده وخطوات بتصب في مصلحه الامن القومي والامن الداخلي. يبقى انت ما فيش ما تبكي عليه او ما تخشاه. الرساله اللي حاب يوصلها الرئيس عبد الفتاح السيسي ردا على الرئيس الفرنسي هو ان اذا كنتوا انتوا بتتكلموا عن حقوق الانسان فانتوا اول ناس اسأتوا لحقوق الانسان كمجتمع اوروبي او كمجتمع دولي، اما بالصمت تجاه ما يحدث في الشرق الاوسط وبعض الحروب اللي بتحصل فيه، واما بداخل مجتمعاتكم بدليل ما يحدث في فرنسا حاليا وبيحدث بعض الدول، ان سترات الصفراء دي انتقلت عدواها الى دول اخرى في اوروبا، واصبح هناك حديث عما يسمى بالربيع الاوروبي على غرار ما حدث في الربيع العربي. ففي ازدواجيه في المعايير الاوروبيه زي ما في ازدواجية في المعايير الأمريكية والمعايير الدول الأخرى اللي هي بتصطاد الأخطاء لمصر عشان من مصلحتها أن مصر تفضل مستهدفة طول الوقت. أنا على درجة من الذكاء السياسي زي ما قلت لحضرتك، وأنا أكرر هذه الجملة لأن هي دي المفتاح. طول ما أنت بتتعامل بمنتهى الشفافية وبمنتهى الوضوح والثقة أن أنت على صواب مع كل التيارات السياسية الموجودة في مصر، هتبدأ تفتح صفحة جديدة أولاً وتبدأ ترجعها للطريق المظبوط. وبرضه لازم يبقى فيه شفافية في الأرقام والمعلومات قدام الرأي العام العالمي، إن فعلاً مفيش معتقلين سياسيين، ومفيش سجون، ومفيش تعذيب، ولا في حالات اختفاء قسري. الرد بالأرقام هو دوت اللي بيخليك دايماً عند حسن ظن مش بس الشعب اللي أنت بتحكمه، لأ أنت عند حسن ظن العالم كله، وبتقطع الطريق قدام أي تجاوزات أو أي محاولة لاصطياد الأخطاء. هو الحقيقة أنه كمان يعني ختاما لكلمة الرئيس أو رده على هذا السؤال في المؤتمر، الجملة كانت جيدة جدا، يعني لأن الرئيس قال أنا قاعد بإرادة شعبية وأنه لو الشعب مش عاوزني أنا همشي. في الوقت اللي مثلا نسب يعني واستطلاعات الرأي في فرنسا بتقول أن 70% من الشعب الفرنسي لا يرغب في استمرار ماكرون بعد السترات الصفراء، وبالتالي الأغلبية ليست معه بحسب هذه الاستطلاعات. الأغلبية بالفعل الآن مع الرئيس المصري في أنه يكون موجود، لأنه الناس كلها عايزاه يستمر، بل بالعكس بيحاولوا يشوفوا ممكن يستمر إزاي ما بعد فتراته الرئاسية. طيب خلينا نتكلم عن جزئيه حقوق الانسان دي، حضرتك ذكرتها، والنهارده كان في لقاء بين بعض منظمات المجتمع المدني وبعض يعني المتحدثين باسم حقوق الانسان مع الرئيس ماكرون. تمام.
والشعب نفسه أصبح بيتضايق من الحكاية دي، لأنه تم الإساءة للفظ حقوق الإنسان بعد ما حدث في الفترة الماضية، واعتبرناها أنها ركس من عمل الشيطان بعض مننا، مع أنها هي في أصلها حاجة نبيلة طبعا. وحاجة جيدة. طبعا. هل يعني حضرتك مؤيد ولا معارض لفكرة لقاء يعني من يمثلون أو يدعون أنهم يحافظون على حقوق الإنسان مع رئيس أجنبي داخل مصر؟ السلطات تعلم وكل شيء، ولكن الناس نفسها هي بشكل طبيعي وبشكل بمنتهى الأمانة، أنا شايف إنها نقطة إيجابية جدا في صف النظام وفي صف مصر، بل بالعكس في صف هؤلاء الإيه النشطاء، لأن أنت في الأول في الآخر خرجت من إيه من السرداب اللي أنت كنت فيه وابتديت تتكلم قدام الرأي العام، وهنا الرأي العام ده هو أفضل كاشف للحقيقة. أنت كده هتقول ليه أنت بتعمل اللقاء ده، بتعقد اللقاء دوت مع الرئيس الفرنسي، مع المسؤول الأجنبي. حاجة من الاتنين، يا إما أنت بتنتقد النظام وعاوز تبان في صورة الضحية، يا إما أنت بتحاول تدور على منفذ علشان تعمل مصالحة مع هذا النظام، علشان أنت عندك هدف أسمى هو بناء الدولة. إذا كنت أنت بتختار الطريق الأولاني فأنت محكوم عليك بالفشل، لأن نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي راسخ جدا بإرادة الشعب، وفي نفس الوقت هو في خطوات بيحققها على أرض الواقع بعيدا عن ملف حقوق الإنسان. ده اللي يشغل بال كل بيت مصري دلوقتي أكتر من إيه؟ من الكلام عن الطرف فيما يتعلق بحرية التعبير. أولا أنا واحد من الناس اللي بقدس جدا حرية التعبير، لأن هي دي اللي بتوفر المناخ الصحي، بس في وقت من الأوقات لابد إن هي تتحط في إطار، وبعد كده نبدأ نتكلم عليها بشكل متسع لما ننفض الغبار عن بقية الملفات الأخرى. إحنا محتاجين أسرة تتلقى التعليم الجيد وتتلقى الصحة المطلوبة وتتنفس هواء نظيف وتعيش في مدخل يعني في متوسط دخل محترم. كل ده بيقطع أشواط إن النظام بيحاول إن هو يقلل المدة الزمنية، أو بيحاول إن هو يعمله في أب في, في, في أسرع وقت. إن إحنا نتكلم عن حقوق الإنسان، أنا ده بينعش لي ذاكرتي للي قاله رئيس وزراء بريطانيا ديفيد كاميرون رئيس الحزب المحافظين، لما قال لا تسألني عن حقوق الإنسان عندما يتعارض الأمر مع الأمن القومي. طبعا دي تم تفسيرها بشكل خاطئ، إن أنت تدوس أو إن أنت تقحم يعني تسحق حقوق الإنسان عشان تحمي أرضك وتحمي بلدك. لا، مش هو ده المقصود، وأنا لا يمكن أتفق على ده بأي حال من الأحوال. فكرة القمع مرفوضة، سواء كان قمع أمني أو قمع سياسي أو قمع إنساني أو أخلاقي. لكن أنا مطالب دلوقتي إن أنا أتوقف على نغمة إن أنت تفضل تسيء للوطن أو تسيء للي بيحصل في البلد، أو تحاول بقدر الإمكان تفتح المجال لأي تدخلات خارجية أو لأي يعني مراقبة أو إملاءات أو شروط من منظمات خارجية. كل واحدة، كل دولة وكل منظمة ليها أجندتها، إحنا لينا أجندتنا الخاصة. اللقاء اللي تم ما بين ماكرون وما بين نشطاء المجتمع المدني كان هدفه الأساسي إن هؤلاء النشطاء يخرجوا إلى السطح مرة أخرى، ويبقى في فرصة إن هم يمارسوا العمل السياسي، وإن هم يظهروا مرة أخرى علشان خاطر ما يبقوش طول الوقت تحت إيه؟ تحت السيطرة. دي كان الرسالة اللي عايزين يوصلوها للعالم. إيه اللي خلى الأمن يوافق على هذا اللقاء؟ لأن هو بيلعب اللعبة برضو بذكاء. أنا مش قامع هؤلاء النشطاء، وأنا عايزهم يرجعوا للحياة السياسية، وعايزهم يمارسوا دورهم في بناء الدولة، لكن لابد إن ده يتم بالتنسيق مع الدولة، يتم بالتنسيق مع النظام. عشان كده أنا بشجع على فكرة جلسات المصالحة بسرعة وجلسات تصحيح المسار. ما يعاني منه المجتمع المدني في مصر هو تخبط، محتاجين لإعادة مسار مرة أخرى، ومحتاجين لجلسات صلح وجلسات تنسيق أدوار بينه بين المجتمع ده وما بين نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي. ليه؟ أنا مقتنع جدا أن أي دولة تقوم على مجتمع مدني نشيط، مجتمع مدني يبقى فيه شباب فعلا عايزين فعلا يمارسوا العمل السياسي، عايزين يخدموا المجتمع، عايزين يبقى لهم دور في الحياة السياسية. ده مش ممكن يتحقق إلا من خلال تنسيق الأدوار مع النظام نفسه. لازم يكون في أجندة واضحة وبرامج واضحة الهدف منها بناء المجتمع، مش بناء أهداف خارجية زي ما كان حصل في منظمات التمويل الأجنبي وما هي على شكلتها. فأنا متذكر جدا
ان فتره من الفترات كان في لغط حوالين المجتمع المدني، هل فعلا هيقدم الصوره المثاليه للنشطاء للي عايزين يمارسوا السياسه، ولا بيعملوا استحساب دول اخرى؟ الكلام ده على فكره كان تحديدا بعد ثوره يناير 2011، عشان كده حصل سيل الاعتقالات في فتره من الفترات علشان يبقى في سيطره على الشارع وما بقاش في عرضه للاختراق. ده كان لازم، لان عصب في بعض الظروف استثنائيه، ظروف يعني استثنائيه، وفي بعض الشباب تم يا اما غسل دماغهم يا اما تم شرائهم او تجنيدهم، مش عشان هم وحشين، علشان البنيه السياسيه في مصر كانت هشه طوال 30 سنه. كانت البنيه السياسيه بس فيها حزب وطني وما كانش فيه احزاب تانية على نفس المستوى، فكان لا ده كان فيه ضعف في الحياه السياسيه، كان فيه عمليه تجريف للحياه السياسيه. لما انت تظهر دلوقتي بعد الفتره دي، محتاج ان انت تسترد امنك القومي الاول وتسترد استقرارك السياسي والاجتماعي والاقتصادي، بعد كده الاصلاح السياسي يتم. وانا واحد من الناس مقتنع ان لا اصلاح اقتصادي الا باصلاح سياسي. الاصلاح الاقتصادي هيتم ببعض الروشتات اللي احنا شايفينها دلوقتي. طيب نعملها ازاي؟ ندعمها ازاي؟ نحاولش نستفز المجتمع المدني، نحاول بقدر الامكان نسمح له بمساحه من الحريه، نسمح له بمساحه من التعبير عن كل الافكار اللي فيه اللي لدى الشباب، حتى لو الشباب دول رافض لبعض الاجراءات او لبعض السياسات الداخليه، مش مشكله، انا ممكن اسمعهم وممكن اديلهم المساحه. المساحه دي بتتوفر شويه بشويه، واعتقد ان هي في الشهور القادمه هتبقى متسعه الى حد ما. لكن اللي كان عايز يوصله الرئيس السيسي للرئيس ماكرون ان مش مسموح لاي دوله خارجيه انها تتكلم عن خصوصيه الوضع في مصر. بالظبط، لانه يعني ليس مسموحا لمصر بالتالي انها تتدخل في شؤون دول اخرى او ادارتها لملفاتها. واعتقد انه كان رد قوي ومهذب في ان واحد، يعني مراعاه لضيفنا في النهايه. انا شايف ان هو كان رد برضو سياسي. نعم. لان احنا محتاجين، والرئيس عبد الفتاح السيسي ابتدى يعزف على هذه النغمه بشكل متكرر، انه ما كانش محتاج ان هو يتعصب وما كانش محتاج ان هو يستفز، لانه رد الرد المنطقي ان احنا في معركه بقاء. معركه البقاء ليها شروطها، اهم شرط فيها ان احنا نستقر ونحقق اهدافنا ونوقف الاقتصاد المصري على رجله، ولن نتوقع. يعني الذكاء السياسي اقول لحضرتك في فتره من الفترات لابد ان يكون عمليه شد وجذب، او يكون عمليه تفاهم، تفاهم مع ومرونه مع التيارات السياسيه، التيارات المعارضه. المعارضه ما فيش مشكله في المعارضه، لان المعارضه في الاساس برضه هي محبه للوطن، يعني هي عايزه الافضل. ولكن الان الاولويه الرئيس بيعطيها بحسب كلامه للحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه، وهو برضه يعني قلق من انه كان في دوله دينيه على وشك ان تحكم مصر، يعني لولا ان احنا تخلصنا منها، فمش عاوز يعيد الكر. بس عايز اقول لحضرتك على حاجه تعليقا على حضرتك قلتيه، مصر لن تستطيع ولن تقبل بإقامة دولة دينية، لأنها أوريدي هي دولة دينية قائمة على التسامح بين الأديان، وتركيبتها لا تسمح بإقامة الدولة الدينية. دي كانت مجرد يعني فزاعة بس فترة من الفترات، لأن الدولة الدينية دي لها تركيبة تانية خالص ما فيهاش في التربة المصرية. التربة المصرية تربة هاضمة وتربة ممتصة لكل الثقافات والأديان، ولذلك قامت ثورة 30 من يونيو، لانه يعني وده من ثمار 25 يناير في البدايه. بالزبط. انها اتاحت لنا ان نرى الاخوان المسلمين على حقيقتهم. كان البعض بيظن انهم مظلومين، انهم ناس طيبين، والله ناس بتوع ربنا. فها هم الاخوان المسلمون، هم عاجزون عن الحكم، وهم ايضا لهم نوايا خبيثه لارض الوطن. طيب هو يختار مكانين علشان يزورهم بنفس القيمة، اللي هم الرمزين الدينيين الموجودين في مصر أو جناحي الطائر. عندنا البابا توادرس وعندنا شيخ الأزهر، تم زيارتهم النهاردة، وكان في تقدير كبير للكنيسة الأرثوذكسية في معرض كلام رئيس ماكرون. برضو رؤيتك لهذه تلك الزيارتين النهاردة؟ احنا بنتعامل برضو مع رئيس جاي من قلب القلعة الأوروبية، يعني متحصن بكل أساليب المكر والدهاء. مش ممكن يكشف أوراقه كلها لمجرد ان هو فتح ملف من ملفات اللي هو حقوق الانسان. لازم يوضح جدا ان هو مؤمن باللي بتعمله مصر، ومقتنع ان مصر على حد تعبيره بتقود، والرئيس السيسي بيقود معركه ثقافيه وفكريه. لازم يحافظ على التوازن مع السياسه المصريه. فعشان كده هو رمى الحجر ده في البحيره الراكده اللي هو ملف حقوق الانسان، علشان يوصل الرساله من اوروبا
ومن العالم، ويشوف رد فعل مصر. والحقيقة رد فعل مصر تجاه هذا الملف كان على درجة كبيرة جدا من الوعي والذكاء. ومن ناحية تانية لابد ان هو يحافظ بقى على العلاقات بين مصر وفرنسا عشان يستفيد او يخرج باكبر المكاسب، فيبدأ يعمل حوارات او لقاءات مثلا مع بعض مع اكبر مؤسستين دينيتين في مصر، الازهر والكنيسة، ويركز على فكرة ان مصر ناجحة في انها تحقق التسامح الديني ولا مجال للفتنة الطائفية في مصر بأي شكل من الأشكال. أنا الحقيقة كنت شايف أن الرئيس الفرنسي من خلال زيارته دي بيحاول بقدر الإمكان أن هو يدق جرس الخطر بالنسبة لملفات كتيرة عندنا، مش علشان حريص على مصر، هو زي ما تقولي حضرتك كده هدفه الأساسي أن مصر دايما تبقى مشغولة بالإجابة عن هذه التساؤلات، ان مصر تكون عارفة كويس قوي ان دي مش الرسالة الاولى، هتفضل في رسائل اخرى مترددة سواء منه في حالة بقائه في السلطة او من خلال رؤساء اخرين، ان ملف حقوق الانسان موجود، الملف الديني مفتوح، الملف الاقتصادي واعتماد مصر على خطوات الاصلاح الاقتصادي واعتمادها، هل ستعتمد على ذاتها ومواردها ولا هتفضل دايما معتمدة على الكيانات الدولية وقروضها زي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. الرئيس الفرنسي بشكل او باخر او ممكن يكون ما يقصدش يعني نبه نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي الى بعض الملفات الشائكه اللي لابد ان احنا فعلا ننتبه ليها في اي زياره، دايما لا تخرج عن فكره التعاون الثنائي وتبادل وجهات النظر في الملفات الاقليميه وان يكون في توقيع اتفاقيات، ده الطبيعي في اي زياره لاي مسؤول او رئيس، لكن كل ان هو يتطرق لملفات بالشكل ده ويطرح أسئلة ويلتقي نشطاء المجتمع المدني وبعد كده يعمل جولة علشان يلتقي بشيخ الأزهر والبابا توادروس ووقف لنا الشوارع كلها ووقف الشوارع كلها النهارده بكل أسف وبعد كده برضو إلى حد ما يتكلم شوية عن اللي بيحصل في فرنسا ويحاول إن هو يجمل من صورته، كل دي على فكرة محاولات للنيل من استقرار أو من صورة الدولة المصرية في الأذهان. بمعنى إيه حضرتك؟ إن هي دلوقتي أنا بلجأ لإيه؟ لأن أنا في سلسلة إخفاقات مر بها ماكرون. فبيحاول بقدر الإمكان يغطي عليها بمثل هذه الزيارة. ويحاول بيقول إن يوصل للرأي العام إن مصر برضو بتعاني من نفس الموقف اللي أنا فيه. ممكن يبقى فيه مظاهرات وممكن يبقى فيه حاجات كتيرة جدا تحصل. فأنا كل اللي أقدر أقوله إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الهدف الأساسي من زيارته بشكل عام هو تحريك المياه الراكدة في البحيرة المصرية في بعض الملفات، واتبع أسلوب معروف جدا في القارة الأوروبية إنك أنت عاوز توصل رسالة لمصر بأنها دايما تحت الميكروسكوب، مصر دايما مستهدفة ومصر دايما فيها شوية حاجات بتحصل لابد انها تنتبه ليها لو عايزة فعلا انها تحافظ على علاقتها سواء بأوروبا او بالعالم الخارجي. ده اللي على السطح. انا شايف ان الرئيس عبد الفتاح السيسي متفاهم جدا ومدرك جدا لهذا الغرض وبيتعامل معاه بحذر شديد، ولن يتحقق الهدف في الحفاظ على الدولة المصرية الا بمزيد من حاجتين، الاسراع في خطوات الاصلاح الاقتصادي والاصلاح السياسي والاجتماعي للمجتمع والمصر كلها، وده الرئيس عبد الفتاح السيسي بيسير فيه بمنتهى الاخلاص وربنا يعينه ويعيننا معاه عليه، والناحيه الثانيه لابد ان يكون هناك استيعاب لكل بقى نشطاء المجتمع المدني او التيارات المعارضه السياسيه في مصر علشان ما يبقاش في حصان طرواده، ما يبقاش بقى فكره ملف حقوق الانسان هو حصان طرواده اللي بتختبئ وراه كل الاهداف الخارجيه، فلابد ان احنا ننتبه. هو الحقيقه ظهر حاجات يعني فيها دلائل واضحه يعني لطبيعه مصر، هو زار الجامع والكنيسه يعني الكنيسه والازهر والكنيسه الارثوذكسيه ودول
اهم مؤسستين دينيتين، زار او يعني التقى بالنشطاء علشان ملف حقوق الانسان زي ما حضرتك ذكرت، وكمان راح العاصمه الاداريه كرمز لمصر الحديثه اللي تمام بتتطور، لان العاصمه الاداريه دي اكبر من مساحه باريس حوالي 60 مره مثلا. بالظبط. وبالتالي يعني هو برضه ده كان فيه رمزيه، زيارته للعاصمه الاداريه الجديده مش عارفه مين اللي رتبها، لكن هي كانت جيده للاشاره الى المشروعات الاقتصاديه المهمه اللي بتقوم بها مصر. برضه دلاله زياره العاصمه الاقتصاديه كانت ايه في راي حضرتك؟ طبعا فرنسا بتمر بشوية زلازل، يعني توابع الزلزال اللي حصل من سترات الصفراء، فكان من المهم جدا ان رئيس بيمر بمثل هذه الازمات انه يطلع على ما هو جديد في دولة محورية ولها ثقلها زي مصر. عادة الرؤساء لما بيمروا بشوية ازمات في بلادهم بيحاولوا ان هم يتعرفوا على التجارب الاخرى، فبيشوفوا بالظبط هل هي اتت ثمارها، هل في حاجات ملفتة للنظر ممكن يبدأ يستفيد منها علشان يطبقها في بلده لعل وعسى تفيده في علاج بعض الأزمات. مش معنى كده يعني ان هو جاي علشان شايف ان اللي بيحصل في العاصمة الإدارية او في مصر نموذج مثالي احتذي بيه، لكن لا، مصر دايما دولة الكل سواء دول العالم الأوروبي او دول العالم النامي او العالم الآسيوي دايما عارفة كويس جدا ان مصر دي بتتمتع بموقع سياسي وجغرافي متميز، وكل نظام سياسي كان له بصمة ما في هذه الدولة. فما أي رئيس أوروبي بيحاول من خلال زيارته لمصر إن هو يطلع على إيه البصمات الجديدة اللي حصلت في مصر، إيه نوعية المشروعات اللي ممكن تحصل وممكن تؤدي إلى النهضة في هذه الدولة. برضو بيحاول يشوف إذا كان ممكن يبقى فيه إمكانية لجذب الاستثمارات، سواء استثمارات مصرية في فرنسا أو استثمارات فرنسية في القاهرة. دي حاجات بقى اللي بتتم بشكل غير مباشر من خلال الزيارة، أو إن هو زي ما قلت لحضرتك الهدف من زيارة العاصمة الإدارية إن هو عارف إنه مشروع هتنتقل لكل مؤسسات الدولة أو هيحصل طفرة فيه. طيب هو عايز يطلع إيه اللي بيحصل ده؟ وإزاي مصر حققت الموضوع ده؟ وإزاي حققت هذه النقلة النوعية؟ دي أسئلة بتدور في ذهنه بيحاول يشوف إجاباتها على أرض الواقع أو من خلال زيارته وحواراته مع الرئيس عبد الفتاح السيسي. كل ده على فكرة برضو ما يشغلنيش، لأن هي مجرد أنا وجهة نظري إنها ديكور. يعني اللي بيعمله ماكرون من خلال هذه الزيارات وهذه الجولات كانت مجرد ديكور لتكميل شكل الزيارة، لكن الهدف الأساسي اللي هو جه عشانه هو العبوة الناسفة اللي هو فجرها دي، فكرة حقوق الإنسان علشان يعيد للأذهان مرة أخرى إن مصر لسه تحت الميكروسكوب في هذا الملف وعاوز يشغلنا. ممكن تكون رسالة الهدف منها إشغالنا عن الطريق اللي احنا ماشيين فيه، فنحاول إن احنا نفكر إزاي نعالج بعض الحاجات أو بعض الثقوب الموجودة في ملف حقوق الإنسان. ما احنا لازم نعترف إن في حاجات في هذا الملف بس علاجها سهل جدا، خصوصا ان احنا قطعنا اشواط فيها. احنا قطعنا الحمد لله جولات مهمه جدا وقدرنا نسيطر على حاجات وعلى تجاوزات موجوده وعلى نوع من انواع الشطط. كان في بعض التيارات السياسيه عندها شطط وعندها مراهقه في ممارسه العمل السياسي، وكانت بتتورط في التخريب وتتورط في ان هي تحاول تدمر البنيه الاساسيه او البنيه التحتيه للمجتمع او للبلد، فده كان خطر، فكان لابد من مواجهتها، كان لازم بد يكون في ضبط امن فيها. نعم. المرحله دي تجاوزناها. انا بشكر ماكرون، بشكره جدا على انه جه مش عشان الغرض، انا عارف كويس قوي الغرض اللي هو جه وقال فيه الكلمه دي، بس انا بشكره لانه هو نبهنا الخطر مهم قوي. لسه الملف ده بيحاول اعداء مصر ان هم يستغلوه علشان يشككوا في نزاهتنا او في ان احنا بنحترم حقوق الانسان. احد الردود اللي قالها الرئيس احد الردود عمليا على ده، الرد اللي قاله الرئيس عبد الفتاح السيسي ان في علاج وفي حمايه لحقوق الانسان من خلال منظورنا احنا. يكتمل هذا المنظور من وجهه نظر المتواضعه ان لابد ان يكون في استيعاب بقى للتيارات السياسيه ويدوب في الصراع في خطى الاصلاح السياسي، هو ده اللي هيخلي الاصلاح الاقتصادي يتحقق. أنا بشكر وجود حضرتك معانا وتعليقك على زيارة ماكرون لمصر وعلى هذا الحديث الصحفي المشترك ما بين الرئيسين، وإن شاء الله تكون
يعني الزيارة حققت الهدف منها فيما يتعلق بالنواحي الاقتصادية ويكون في اتفاقات اقتصادية، وأيضا تكون حققت ناتج على الناحية السياحية بما أنه زار الأقصر وأسوان، وأعتقد ده قمة الأمان والطمأنينة بعد ثورة من 8 سنوات. شكرا جزيلا لكاتب الصحفي شريف سمير مساعد رئيس تحرير الأهرام، شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا يا فندم. لسه فقراتنا متواصلة مع حضراتكم، وبعد الفاصل هنعود إلى فقراتنا الزراعية وهنتكلم عن صناعة الدواجن في الصحراء المصرية بإذن الله، ابقوا معنا.